صراحة أنا أول مرة أطلع هايكل مع الجماعة، وصراحة الجماعة ما قصروا من كل النواحي، وكانت الرحلة ممتعة وإن شاء الله تتكرر مرة ثانية. يوم رياضي بامتياز، صعدنا فيه من شاطئ البحر إلى أعلى الجبال، وكما قيل من يخشى صعود الجبال يعيش أبد الدهر بين الحفر، وكان تنظيم رائع بين فريق هايكينج الإمارات وفريق الوسط الإماراتي. تعرفنا فيه على تاريخ منطقة قديم عريق جدا وبيوت عمرت من مئات السنوات. الشكر الجزيل لفريق الوسط الإماراتي هايكينج الإمارات على تنظيم هذه الرحلة الجميلة إلى مسار خيتا. المنطقة كانت جدا ممتعة، استمتعنا بمعرفة القيمة التاريخية للمنطقة، والمنظر ما شاء الله من كل مكان جدا جدا. هاي أول مرة أطلع مع فريق الوسط الإماراتي، وكانت رحلة كتير حلوة. أنها يعني أستطيع أقول أنها مميزة بالنسبة لي كباحث، لأني وجدت ما شاء الله شباب وشاب.